في صفحة الأخبار الثقافية، وبعد توقف دام 8 سنوات للمهرجان الدولي لسيدي بولباب الأنصاري بجابس، تم تنظيم تظاهرة فنية رمضانية تحمل اسم ليالي سيدي بولباب. سهرات هذه التظاهرة أثثتها عروض للإنشاد الصوفي وندوات علمية ومسابقات. في هذه السنة وخلال هذا الشهر الفضيل تم تنظيم ليالي سيدي بولباب التي اشتملت على فقرات متنوعة من بينها سهرات في الإنشاد الصوفي. حبينا كمجلس بلدي جديد إعادة الأجواء هذه والروح هذه اللي كانت موجودة قبل في مقام سيدي بولباب الأنصاري، خاصة في شهر رمضان. طبعا هي محاولة سميناها ليالي سيدي أبي لبابة، مراوحة بين بعض الندوات العلمية وإنشاد الصوفي، معناها فيها مسابقات والعديد من الأنشطة الأخرى. التظاهرة هذه المتميزة جدا، معناتها دائرة سيدي أبو لبابة أحيت مهرجان ليالي سيدي أبي لبابة. صحيح كانت 3 ندوات معناتها متميزة جدا، كان فيها معناتها الفقه الديني، حاك تشوف الأجواء، رجعت البلاد حية كما قبل. هذه التظاهرة أعادت الحركية لمقام سيدي بولباب الأنصاري وتركت أطيب الأثر في نفوس المواطنين الذين يأملون في عودة المهرجان الدولي لسيدي بولباب الأنصاري لسالف نشاطه. يعني 7 أو 8 سنين التالية ما كانش الأجواء موجودة هذية، فماش حفلات وفماش شكل حضاري وكل أمسلي، الحمد لله يا رب، الحمد لله كل شيء رجع. هي قديمة فينا الكبر بداها من النية كبرنا معاش نقدروا تعظم مع ناصر ادعموها بعناصر أخرى جديدة باش ياخذوا الولاد على الجمعية السابقة، باش يكون مهرجان سيدي بولباب يكون كما كان إن شاء الله. ليالي سيدي بولباب تنظمها الدائرة البلدية بسيدي بولباب ودار القرآن بجابس بالشراكة مع جمعيات نسائم الخير وقدماء جامع الزيتونة وأحياء وجمعية أبي لبابة للتنمية والثقافة.